السلام عليكم. إذا في هذا الدرس إن شاء الله غادي نكملوا الحروف المركبة، كنت بديتهم في الدرس من قبل يعني الدرس الثالث، هذا الدرس الرابع غنسالي فيه الحروف المركبة، وهذه كنشرح للمبتدئين اللي يلاه بغاو يتعلموا القراءة الفرنسية من الصفر. غادي نكملوا الحروف المركبة في هذه الحصة إن شاء الله. عندنا أو زد، أو زد، عندنا أو إغ، وعندنا أو تي. هادو بالثلاثة بيهم راه كيتقراو إيه، بحال هاد ايه كيتقراو ايه، داكوغ، هادو كيتقراو ايه. الا شفتي او زاد غتقراها ايه، الا شفتي او اغ غتقراهم ايه، او تي غتقراه ايه، كيتجمعوا وكيعطيو الصوت ايه. غنعطيو امثله. عندنا مثلا او زاد، نبداو او زاد. لو، هاد ال مع او كتقرا لو، ان مع او زاد. شنو نقراو هادي؟ هادي لو وهادي ان مع او زد. شنو قلنا كيتقرا او زد؟ اي. اذا لو ني، لو ني، او زد كتولي تبان بحال هادي. لو ني كتعني الانف، لو ني. او لا مثلا با، هادي با، غ هاوغ، ال ولي، لي غندير او زد. باغلي، با غ ال مع او زد. او زد قلنا كيتقرا اي، اذا ال بحال الا درتي ليه اي، دونك لي باغلي. لوني الانف، بارلي تكلموا، دونك بارلي بارلي. داكوغ، علاش قريت هذا اغ؟ حيت ما كاينش حداه متحرك ا اي او او يو اي غ، كيما كنقولها الحرف في اللغه الفرنسيه ملي كتلقاه بوحدو هذا راه كيتقرا ب ماشي بي، بي هذا هو بي، دونك هذا كيتقرا ب، هذا كيتقرا س، هذا اد، تا كنزيد ليه ا عاد كيتقرا دا. واش اتفقنا باش نتفاهموا على هذه؟ دونك هذه باغ باغ وهادي لي. ولا بغيتي تقسم كلمه تجيك سهله كتاخذ الحرف الساكن مع المتحرك، ساكن متحرك ناخذو، ساكن متحرك ما كاينش، ساكن متحرك ساكن مع الحروف المركبه، هادو حروف مركبه حتى هما كناخذهم. ها هي، دونك هادي با، هادي اغ، وهادي لي، الا جمعتها كتعطيني باغ لي، باغ لي. كذلك هادي ال مع او لو، ان مع او زيد غناخذهم حيت او زيد حروف مركبه، حتى حروف مركبه كنشكل بهم. دونك لون، وهادي ان مع او زيد اللي كتقراي لو ني الانف. نتمنى يكون هادشي واضح. عندنا او اغ، او اغ حتى هي كتقراي او اغ، بحال مثلا هادي في، في اغ مي. دونك شوف او اغ شنو غادي تقرا، اف مع او في. علاش في ماشي ف؟ حيت او مورا حرفين ساكنين، او ملي تيكونوا مورا حرفين ساكنين راه كيتقراي، دونك هادي في، في، وهذا بوحدو، دونك اغ. ام مع او اغ غناخدهم، ام مع او اغ، علاش؟ حيت او اغ كتقرا اي، دونك فيغ مي، يغلق، فيغ مي. داكوغ، كتعرف الحروف الساكنه والمتحركه، المتحركه كاينين ستة ا اي او او يو اغريك، هادو متحركه ستة كيتسماو لي فوايل، المتى باقي كامل كيتسمى ساكنه، اللغه الفرنسيه فيها 26 حرف، الا كانوا هاد ستة متحركين ا اي او او يو اغريك راه 20 اللي بقات ساكنه، 20 اللي بقات، بحال مثلا بي، بحال سي، بحال دي، هادو حروف ساكنه. داكشي علاش كنقول لك او الا جا مورا حرفين ساكن كي ساكنين كيتقرا اي، دونك فيغمي. داكوغ، مزيان. دونك او اغ كتقرا اي، هادي اللي كتهم دابا. عندنا كذلك، نعطيك مثال اخر، غو غا اغ دي، يشاهدوا، فعل. علاش كندير او اغ؟ حيت فعل افعال كندير لهم او اغ، داكشي علاش. وهادشي غنشرحوه في لاديكتي في الاملاء ماشي في القراءه. دونك هادي غو، علاش غو ماشي غي بحال هادي؟ اي حيت موراه ساكن ومتحرك ماشي ساكنين، كون كانوا ساكنين كون قلت غي. دونك غوغا ج مع ا، غوغا غ حيت بوحدو، غ د مع او اي غناخدهم حيت او اي قلنا كيتقرا اي من الحروف المركبه، غوغا غ دي يشاهدوا. هادشي ساهل، بلا ما يحضر التركيز ديالو صافي. عندنا او تي، او تي تا هي قلنا كتقرا اي، او تي بحال مثلا غنقول لك اي ان، شفناها في الحصه اللي فاتت قلنا كتقرا ان، دونك هادي ان، هادي تي، وغندير ليها اكسون، هادي كتسمى اكسون. غي غندير او تي، دونك هادي غتقرا ان تي غي، اي ان كتقرا ان، هادي تي، هادي غي، حيت او تي كتقرا اي، كما قلت لك او تي كتقرا اي. علاش هادي درت ليها اكسون؟ حيت انا بغيتها تقرا اي، وهي قبلها حداها غير اغ او او، ما عندهاش حرفين ساكنه، ولكن انا ضروري تقرا اي. شنو غندير؟ غنزيد ليها اكسون، دونك هنا ان تي غي. داكوغ، انتيغي زعما لي زانتيغي هما الفوائد، بحال كتعطي لا بانكو هذيك كتسمو لي زانتيغي الفائده، دونك انتيغي، انتيغي فائده، داكوغ، انتيغي. مزيان، دونك او تي كتقرا اي. غادي نكملو باش نزيدو نفهمو كثر. عندنا مثلا،
عندنا مثال الى كتبت لك ام ام مع او مع او تي شنو غنقراو؟ هذه هذه مو، هذه مو متفقين عليها مو، وهاد او تي شنو كتقرا؟ كتقرا اي. دونك مو اي، ولكن اللغه الفرنسيه ما كنقولوش مو اي، كنجمعوهم بواحد الياء ما كتبانش، هي هذه الياء كنقولوا مو وكنزيدوا الياء لهذا كتولي يي يي، حيت الياء مع ا كيولي يا، وليا مع اي كيولي يي. دونك هادي يي حيت او تي اي. دونك موي موي زعما صامت، موي بحال كتقطع الصوت التلفازه ولا هادي كتسمى موي. نشرح لك هاد القضيه ديال ليا، بحال مثلا برو برو، هادي غتقرا برو، هادي ب وهادي خو، هادي مي. دونك علاش تقرات هادي او؟ حيت موراها ساكن ومتحرك، دونك او خو. وعلاش قلتها الخا؟ حيت قبل منها بي، كيقولوا اغ ملي تيكون قبل منها سي ولا تي ولا اف ولا بي، حاول تقراها خا. داكوغ، سي ولا تي ولا اف ولا بي، بحال كرايون تخوا فرونسي ابخي، ملي كتلقى اغ قبل منه هادو. دونك هنا برو، هادي اب، هادي خو، هادي مي، وغنزيد او اغ. هادي او اغ شنو كتقرا؟ قلنا كتقرا اي. دونك هادي برومي اي، برومي اي زعما الاول، ولكن ما كنقولوش برومي اي مي اي، ما كنقولوش مي اي، كنجمعوهم. باش كنجمعوهم بالياء؟ برومي اي، برومي اي، وهادي كتقرا اي. دونك برومي اي كتعني الاول، برومي الاول، برومي داكو. مثلا نقول لك انا هو، جو سوي لو برومي، انا الاول مثلا، داكو كنقول لو برومي الاول، دونك برومي. مزيان. ولا الاخير، انا هو الاخير مثلا، كنقول ديغ ديغ ني ديغني يي. انت كتسمع يي كيسحب لك هنا راه او، هنا راه او. هاد الحروف راه غنشرحهم لكم في الحصه المقبله، دابا كنحاول نخدم بهادو حيت هادو ساهلين كلشي فاهمهم. داكو، دونك هادي دي، علاش دي؟ حيت اغ او ان حرفين ساكنين مورا او، دونك هادي دي دي اغ، هادي ني، وهاد او اغ اي. دونك ديغ ني يي، كنزيد تاني ليا ديغني يي، ديغني ما كنقولوش ديغني اي، كنقولو ديغني. صافي، نتمنى هادي تكونوا فاهمينها. ديغني الاخير، ديغني. ولا مثلا غنقول لك كون كون، حيت قلنا هاد او ان في الحصه اللي فاتت كتقرا اون، وهذاك حيت حداه او ماشي اي ولا او ولا اي. دونك كون، هادي هذا راه ان بحال هكا، كون داكو، كون هادي تي، هادي تي نو نو داكو، كونتي نو. وهاد او ار غنزيدها في الاخر، شنو غتقرا هادي؟ كونتينيي، كونتينيي، لا كونتينيي كنزيد واحد الياء وكتولي يي. داكوغ، دونك كونتينيو هادي كون، هادي تي، كونتينيو وهادي اي. دونك كونتينيي كنقولو كونتينيي، كنزيد واحد الياء، كونتينيي. داكوغ، كونتينيي يعني يستمر، كونتينيي. اتفقنا؟ دونك ملي كتسمع بحال هادو في الاخر كتزيد ديك الياء. المهم نتمنى هادي تكون واضحة. عندنا كذلك او تي، قلنا كتقرا اي، شرحناها في الاخر. او ار قلنا كتقرا اي حتى هي. غنشرحو كذلك ا اي، ا اي حتى هو كيتقرا اي، ا اي حتى هو كيتقرا اي. علاش قلت لكم غنشرح لكم دوك الحروف؟ بحال مثلا بي، راه كاينه بي هادي، وكاينه بي هادي، وكاينه بي هادي. غنشرحو ان شاء الله في الحصه المقبله هاد الحروف، يعني الفرق راه بحال بحال في النطق، ولكن غنشوفو الشكلات ديال كل حرف. ولا مثلا الحرف الا، كاين ا، كاين ا كومسا، غادي نشوفو هادشي في الحصه المقبله ان شاء الله. دابا ركزوا معايا غير مع الحروف المركبه. دونك هاد ا اي كيتقرا اي، بحال مثلا ام مع ا اي مع اس مع اون. شنو غنقرا هادي؟ ام مع ا اي، هادي غناخذهم بجوج. دونك ا اي كتقرا اي، دونك ام مع اي بينما. وهذا الزد، علاش غنقراه الزد؟ حيت بين حرفين متحركين، ملي تيكون اس بين حرفين متحركين كيتقرا الزد. دونك مي ز مع اون، حيت هادي شفناها في الحصه اللي فاتت كتقرا اون. دونك مي زون، مي زون منزل، هادشي واضح؟ مي زون. اولا مثلا فيغ، كدير شي حاجه كنقولو في غ، شنو كتقرا هادي؟ اف مع ا اي في، حيت ا اي كيتقرا اي، دونك في. وزيد ليها غ فيغ، ما تقولوش غ حيت او ما كيتقراش في الاخر، دير بحال ما كاينش، او ما كيتقراش في الاخر. حتى الدرس ديال الحروف اللي كتقرا في الاخر ولا ما كتقراش غنشوفوها الحصه. عندنا جوج ديال الدروس غنشوفوهم، غنشوفو الحرف مثلا ا ا، دوك الشكلات ديال الحروف، وغنشوفو الحروف اللي كتقرا في الاخر ولا ما كتقراش ان شاء الله. دونك هنا في غ فيغ، يعني كدير شي حاجه، هادي في غ فيغ. داكو، اتفقنا على هادو دابا. دونك شنو شفنا؟ شفنا او زد، شفنا او ار، شفنا او تي، شفنا ا اي. دابا غنشوفو هادوك اللي بقاو. عندنا او ان، هذا كيتقرا ان، او يو ان او، هذا كيتقرا اون.
بحال اللي قلتي، هذا ان واحد، هذا وحده اون، داكوغ. بحال مثلا كنقول لك واحد النهار كنقولوا ان جو، هذه كتقرا او شفناها في الحصه اللي فاتت جو، وهذا اغ، ان جور واحد النهار ان. ولا اون بحال مثلا كنقول لك اون، اون هذه اون مؤنثه وحده، اون بوم واحد التفاحه، اون بوم هنا مؤنثه حيت بوم تفاحه مؤنثه، داكوغ اون بوم. وكملاحظه الحرف في اللغه الفرنسيه ملي كيتكتب جوج مرات راه كيتقرا غير مره واحده، ولكن كيتقرا بحال بالسكون، كتورك عليه شويه بحال الشده. بوم بوم م بوم اون بوم، داكوغ. بحال مثلا نقول لك بون، كنقولوا بون بون كوم سا بون، وكتعني مؤنثه. مثلا بون انوي، مثلا بون كنكتب ان جوج مرات حيت كنسمعوا بحال هكا بون، داكوغ. ولكن ما كيتقراش جوج النون، كيتقرا غير واحد. انا دابا بو وهذا ان، صافي. وهذا ما كيتقراش في الاخر، حتى هذه بو وهذا ام، بوم تفاحه، او بون شي حاجه مزيانه، بون، داكوغ. ولا مثلا غنقول لك طا طا اب لي لي ات طابليت، دونك هادي طا هادي اب هادي لي، علاش لي؟ حيت مورا حرفين ساكنين، داكوغ. دونك غتقرا اي، اذا طا اب هادي لي هادي ت، ماشي غنقرا جوج ديال تي، لا كنقرا مره واحده. الا شفتي الحرف مكتوب جوج مرات تقراها مره واحده. طابليت او ما كتقراش في الاخر، طابليت يعني لوحه الكترونيه، داكوغ. نتمنى هادشي يكون واضح. ولا مثلا كنكتب لك ا نولي، ا نو لي ا نولي، دونك هادي ا هادي نو، هادي مابقاتش كتقرا اون، علاش؟ حيت مكتوبه هاد الان جوج مرات، ملي كتلقى هاد الان مكتوب جوج مرات هادي مابقاش كيتقرا اون، كتقرا عاديه. هادي ا هادي نو، ان مع او نو، وهادي ال مع اي، قلنا او ار كتقرا اي، دونك ني لي انولي، كتلغي شي حاجه انولي. مزيان. امتى كتقرا الحرف الا كان مكتوب جوج مرات؟ كاين واحد الحاله كيتقرا، ولا هادي ما كيتقراش، دوني دوني يعطي، هادي دو الجمعه او راه كتقرا دو بالضبط دو، وهادي ني او ار كتقرا اي، وهادي نون دوني، واخا مكتوب جوج مرات كيتقرا مره واحده، دونك دوني. امتى كيتقراو الا كانوا مكتوبين بجوج؟ امتى كاينه حاله كيتقراو؟ هي ملي كتكون مثلا على هذا الشكل، اكسون اك، نكتبوا بالحروف اللي كتعرفوا نتوما، اللي هادو ما يقينش شرحتهمش، اك سون اكسون. دونك هنا ا وهذا اك وهذا سون، او ان قلنا كتقرا اون، هذا ا هذاك هذا سون، وتي ما كتقراش في الاخر، داكوغ. دونك هذا اكسون، اكسون هما اللي قلنا بحال هكا، اكسون اللي كيكونوا فوق الاو، داكوغ. اكسون، دونك قريت ك وقريت س، اك سون، هذا غيتقرا ك حيت حداه سي، ما كاينش حدا اي ولا او ولا اكريك، وهذا يتقرا س حيت حداه او، دونك اك سون. ولا مثلا نقول لك اكسبتي، ا ك سي اب، وهذه تي، شنو غيقرا هذا؟ اكسبتي، ما قبلتي شي حاجه، ا ك هذا سي، علاش سي؟ حيت موراه ساكن ومتحرك، اكسي هذا ب، دونك هذا ا هذا ا هذا ك هذا سي هذا اب وهذا تي، حيت او اغ كتقرا اي، دونك تي. اكسبتي هي كتقبل شي حاجه، اك سيبتي، دونك هنا تقريت هذا وقريت هذا. امتى؟ ملي تيكون دوبل سي بين ا و الاو، ولا تيكون دوبل سي بين ا و الاي، هذه الحاله الوحيده اللي كتقرا فيها جوج حروف بالدوبل. الا لقيتي جوج حروف مكتوبين حدا بعض، الحاله الوحيده اللي كتقراهم بجوج بهم هي هذه، ملي تيكون ا والاو حاصرين هاد دوبل سي، ولا ملي كيكون ا والاي حاصرين هاد جوج ديال السي، داكو. اما الحالات الاخرين كتلقى جوج ديال ام، ولا جوج ديال تي، ولا جوج ديال بي، ولا جوج ديال اف، ولا هذه كتقراها مره واحده، صافي. هذا ام هذا اف هذا ات هذا اب، صافي. وتا هذا ملي كتلقاه مع مثلا ا ولا او، هنا كتقرا اكو، صافي اكو اكو، ماشي كتقرا جوج مرات، لا. الحاله الوحيده اللي كتقرا فيها جوج مرات هي هذه اللي قلت لك، يكون ا والاو يكون ا والاي، بحال اكسون اكسبتي. شفنا دابا الحالات ديال ا والاو، نشوفوا وحده ديال ا والاي، بحال مثلا اكسيدون اك سي دون اكسيدون، دونك هنا عندي ا هذا اك هذا سي هذا دون، حيت او ان قلنا في العصر اللي فات اون، دونك دون اكسيدون، حادي تتساير اكسيدون اك سي دون. هنا قريت اك وقريت س، صافي. هذه الحالة فقط اللي كتكون ا والاي، والحالة اللي كتكون فيها ا والاو، وبجوج وبشرط يكون هنا جوج ديال السي، هنا كيتقرا هذاك وهذا الس، مزيان. اما الحالة الأخرى ديال كو لا، بحال اكومباني، هنا كنقرا عادية ا هذاك هذا او، اكو م اكوم زيد اكوم با
با با وهذا اني اسمحوا لي ما بقاتش ليا بلاصه تما اكون با وهاد جي ان كيتقراني اكون با اني اكونباني داكوغ قلنا الجي ان في عصريفات كتقرا اني واش دابا هادشي واضح ديال الحروف مركبه ولا لا عندنا اي ان قلنا كيتقرا ان اي ان او كيتقرا ان داكوغ بحال مثلا هادي فوا فوا زان هادي ف هادي وا فوا وهذا زد علاش حيت بين حرفين متحركين دونك فوا وهاد زد مع ان زان فوازان واذا زدت ليها او اذا زدت ليها او غتولي فوازين فوا هادي زي وهادي ان فوازين حيت زدت او مؤنث هذا فوازان جار فوازين جاره دونك الا شفتي اي ان كنقرا ان فوازان شفت اي ان او كنقرا ان فوازين داكو نتمنى يكون هذا الشيء واضح عندنا كذلك تي اي او ان تي اي او ان هذا المقطع ملي كتشوف في الكلمه تي اي او ان حيت بغيت نسالي هذه الحروف المركبه هذه انفو انفورما انفورما نفترض مثلا زدت هنا ما بقاتش ليا بلاصه زدت تي اي او ان تي اي او ان دونك هذه انفورما شنو غتقرا هذه في الاخر هذه تي اي او ان هذه هي تكتب هنايا شنو غتقرا غتقرا سيون سيون غتقرا سيون هذه كامله تي اي او ان غتقراها سيون تي اي او ان ولا لقيتي قبل منها اس غتقراها تيون بحالاش بحال كيسيون هذا اك هذه كيس وهذه تيون دونك هذه كي هاد الاو مورا حرفين ساكنين غيتقرا اي دونك كي هذا اس وهذا تيون دونك هاد تي اي او ان لقيتي اس قبل منها قراها تيون بحال كيسيون سؤال ما لقيتيش اس قراها سيون بحال انفورماسيون اتفقنا هادشي اللي كاين وانتم يكون الدرس واضح ومفهوم عندنا كذلك اللي بقى بقات هادي هادي كتقرا ايان بحال هادي بيان رد البال لهاد اي او ان راه كيتقرا ايان اي او ان بحال هادي بيان الا كانت هادي ايان شنو غتقرا هادي هادي شنو غتقرا هادي غتقرا غيان حيت اغ مع اي او ان غيان الا كانت تي اي او ان هادي كتقرا ايان حتى هادي غتقرا تيان هادي ت مع هدايا دونك تيان rien bien dima i e n qra rien yan d'accord ou la kant mdoublia bhal hada mitan gatqra vien vien معايا vien ou la zt i e n jouj ila drt jouj dial n ad drt e bhal hakka drt i e jouj dial n ou hat e hadi kamla katqra n yan yan nqoulou yan donc hadi vien vien hadi vien ou hadi vien ملي كتزيد جوج الان يعني كدير اي والاو جوج الان او كتبها عندك كتقرا ين بحال هادي فيان هادي فيان وهادي فيان دونك اي او ان كتقرا ين و اي او جوج ديال الان او كتقرا ين اتفقنا مزيان عندي واحد الملاحظه اخرى نزيدها لكم بحال هادي مثلا كتقرا سيان سيان علاش كتقرا هادي سيان هادي اس وهادي قلنا كتقرا ين دونك سيان هادي كامله كتقرا ين عندنا كذلك اس مع او اس هادي كتقرا سي سي حيت ال مع او اس كتقرا لي و دي مع او اس كتقرا دي دونك او اس مع حرف واحد ساكن راه او اس كيتقرا اي دونك لي سي دي امتى ما كيتقراش او اس ملي تيكون في كلمه يعني فيها جوج ديال لي كونسون الفوق بو تي ات مثلا بوتيت دونك بوتيت ها هي بو تي ات ما قريتش او اس علاش حيت شاف الاخر ديال الكلمه او اس ما كيتقراش في الاخر ديال الكلمه امتى كيتقرا او اس الا تكتب مع حرف واحد ساكن بحال هكا حرف واحد ساكن لي سي دي مي هادو كاملين كتقراو اي هادي مي صافي المهم انا درت معاكم دابا الحروف المركبه كاملين وشرحتهم لكم اي حرف مركب ماشي واضح كتبوه لي في التعليق ونزيد نعطيكم امثله ونشرحه ولكن كنظن ما ساليش معاكم الحروف المركبه بشكل بسيط بزاف وحد موفق